بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الصحة والرزاق، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج ببساطة. في حلقة النهاردة هنتكلم عن غدة من أهم الغدد في الجسم، هي الغدة الكظرية. الغدة الكظرية أو الغدة الفوق كلوية، أدى يا جماعة الكلى أهي، أدى كلى أهي، دي الغدة الكظرية اللي فوق دي، دي الغدة الكظرية، ده طبعا كلى، اللي فوق دي الغدة الإيه؟ الغدة الكظرية. النهاردة هنتكلم فيها عن الغدة الكظرية بالتفصيل، او الغده الفوق كلويه، بيسموها الغده الفوق كلويه لانها فوق الكلى. هنتكلم النهارده عن الغده الكظريه بالتفصيل وهرمونات الغده الكظريه. اولا الغده الكظريه يا جماعه بتتكون من شقين، من جزئين، القشره الخارجيه، الجزء الخارجي، واللب الداخلي. اللب الداخلي بتاع الغده الكظريه عباره عن نسيج عصبي، عباره عن نسيج عصبي بيفرز هرمون الادرينالين، والهرمون ما قبل الادرينالين اسمه هرمون النور ادرينالين. دي بنسميها هرمونات الاجهاد المفاجئ، هرمونات الاجهاد المفاجئ. لما انت بتتعرض لموقف صعب مثلا، وانت تعمل مثلا حادثه، كنت شفت موقف زعلك فجاه، كل ده بيرفع مفاجاه من هرمون الاجهاد، تحمل الاجهاد المفاجئ اللي هو هرمون الادرينالين. هرمون الادرينالين بيطلع من اللب اللي هو الجزء الداخلي من الغده الكظريه، قلب الغده الكظريه يعني قلبها، او بنسميه النخاع، اللب او النخاع. بيعمل ايه يا جماعه؟ هو عباره عن نسيج عصب. اللب زي ما اتفقنا قلنا عباره عن نسيج عصبي، النسيج العصبي ده بينشط افراز هرمون الادرينالين والنور ادرينالين. هرمون الادرينالين والنور ادرينالين اللي هي هرمونات الاجهاد المفاجئ، بتعمل ايه؟ اول حاجه زياده النبض، رقم 2 رفع ضغط الدم، رقم 3 زيادة التنفس، رقم 4 زيادة الدم اللي رايح للعضلات عشان تقدر تتحمل الإجهاد المفاجئ أو التعب المفاجئ اللي ممكن يحصل لك من موقف حصل لك فجأة. دي الهرمونات الأولى للغدة الكظرية. الجزء الخارجي من الغدة الكظرية هو جزء مهم جدا جدا جدا، وهو بيفرز العديد والعديد 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 من الهرمونات. ان كان انا في حلقه من الحلقات قبل كده يا جماعه كنت شرحت وقلت ان لغايه الوقت المعروف من الهرمونز اللي في الجسم عندنا حوالي، المعروف حتى هذه اللحظه، حوالي 600 هرمون. 600 هرمون كلهم بيعملوا في تناغم. الدماغ هي اللي بتنظم الافراز بتاعت كل واحد، وهي هي والمناعه، والامر بيطلع من المناعه، المناعه بتروح تقول للغدة دي طلعي قد كذا، لا ما تطلعيش قد كذا، لا بتمنع خروج هرمونات قد كذا. الهرمونات ذات نفسها بتتحكم في بعض، يعني بعض الهرمونات بتقلل هرمونات أخرى، وبعضها الآخر بيزيد هرمونات أخرى، ولكن التناغم ده كله بيتم من عن طريق الدماغ. جسمك ده حاجة مش سهلة، جسمك إدارته، الدماغ اللي بتدير الجسم دي حاجة مش سهلة، إدارة الجسم مش سهلة، دي عالم كبير خالص 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 جوه جسمك بيتم إدارته من عن طريق الدماغ. طيب هرمونات القشرة بتاعة الغدة الكظرية هنقسمهم خمس أنواع، هنقسمهم في حلقة النهاردة خمس أنواع. أول حاجة هرمونات القشرة السكرية اللي احنا بنسميها احنا طبيا، معلش أنا بضطر أشرح باللغة العربية البسيطة عشان كل المرضى يفهموني، يمكن لو اي حد متخصص هيشوف الحلقات بتاعتنا هيستغرب من الترجمه العربيه اللي احنا بنقوله، بس صدقوني انا عاوز اقول لكم على معلومه، الترجمه العربيه شيقه جدا جدا جدا، وبتخلي حتى المتخصص يقدر يفهم الكلام اكتر واكتر واكتر. اما انت تدرس العلم باللغه بتاعتك غير ما انت تدرسه باللغه الاجنبيه. انا راجل لفيت بلاد العالم وشفت في الصين بيدرسوا في الصين الطب بالصيني، شفت في روسيا بيدرسوا الطب بالروسي، الجماعة السوريين بيدرسوا الطب باللغة العربية. يمكن أنا مش مؤيد أن أنت تدرس العلوم الطبية باللغة العربية عشان يقدر الجيل يفهم اللغة الإنجليزية اللي هي لغة الطب أو لغة الأبحاث، ولكن لازم يدرسوا باللغتين، لازم يدرسوا باللغتين، أو على الأحرى لو بنتكلم بالثلاث لغات، العربي والانجليزي طبعا واللاتيني واليوناني، عشان تقدر اللي انت تقدر تفهم المصطلحات الطبية المغزى من وراها ايه. طيب ما علينا، الهرمون الاولاني او مجموعة الهرمونات الاولى هي هرمونات القشرة
السكريه، هي اسمها هرمونات القشره عشان بتطلع من القشره، من القشره اللي بره الجزء الخارجي. وليه اسمها هرمونات القشره السكريه او بنسميها انجليزيا جلوكوكورتيكويد؟ لانها بتساعد على افراز السكر من اي مكان. ده الهرمون يا جماعه اللي هو هرمون الكورتيزول، او اللي احنا بنسميه دارجا كورتيزون. الكورتيزول الهرمون ده بيعمل ايه يا جماعه؟ بينشط انتاج الانسولين، بيخلي السكر يطلع من كل الاماكن، بيحول عضلاتك لسكر. وعشان كده ارتفاع هرمون القشره السكري ده بيخلي المريض لو هو عنده ستريس او اجهاد عصبي مزمن، حتى لو هو ما بياكلش كميه كبيره من الاكلات اللي فيها نسبه عاليه من النشويات، يحصل له برضه سكر. ده الهرمون اللي المسؤول عن تكوين الكرش، ده الهرمون اللي بيحول العضلات لدهون، فبالتالي بتتخزن في البطن على هيئه الكرش. ده الهرمون اللي بيضعف فيتامين د يا جماعه في الجسم، ده اللي بيخلي الجسم ينتج كميه قليله من فيتامين د او يمتص كميه قليله من فيتامين د. زياده هذا الهرمون بتعمل مشاكل كتيره جدا. استخدام هذا الهرمون كدواء بيعمل مشاكل كتيره جدا لو ما اتحطش ليه جدول، طبعا الاستخدام تحت الاشراف الطبي، ده المقصود يعني. ولكن هو ممتاز جدا 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 في تنظيم اداء جهاز المناعه، بيستخدم تقريبا في معظم امراض المناعه الذاتيه اللي فيها جهاز المناعه بينتج اجسام مضاده ممكن تهاجم الاعضاء. بيستخدم طبعا طبعا كساحر في علاج الالتهاب، ولكن دائما وابدا بنقول هذا الهرمون لازم يكون استخدامه او اللعب فيه تحت الاشراف الطبي. احنا عندنا واحد من النباتات الطبيه اللي هو العرقسوس، بيساعد ان الهرمون ده يا جماعه تكسيره يتم بصوره اقل، فيقعد اكتر في الجسم فيشتغل اكتر في الجسم. الهرمونات التانيه اللي بتطلع، مجموعه الهرمونات التانيه اللي بتطلع من القشره بتاعه الغده الكظريه او الغده الفوق كلويه، هو هرمونات القشره المعدنيه. احنا في عندنا مجموعه اللي هي بيسموها المينرال كورتيكوستيرويدز، هرمونات القشره المعدنية، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، كل المعادن دي بيتحكم فيها الغدة الكظرية. احنا عندنا فيه هرمون اسمه هرمون الألدوستيرون من الهرمونات اللي بتساعد الجسم على حبس المية وارتفاع ضغط الدم، يعني ده بيكون مصاحب للناس اللي عندهم ارتفاع لضغط الدم. البوتاسيوم وهذا الهرمون بيعكسوا بعض، فده مهم جدا جدا. عشان كده تلاقي الناس كلها بتاع دكاتره القلب تقول للمريض خد الاكلات اللي فيها نسبه عاليه من البوتاسيوم، لان البوتاسيوم والصوديوم بيعكسوا بعض في الجسم بمساعده هذا الهرمون الجميل. المجموعه الهرمونات الثالثه اللي هي الهرمونات الذكوريه او الاندروجينات. الاندروجينات مجموعة هذه الهرمونات هي مجموعة كبيرة من الهرمونات الذكورية، بيتم إفرازها برضو في الغدة الكظرية، وده بيوضح ليه السيدات بيكون عندهم هرمونات ذكرية، على الرغم وإن كان في المبيض في بعض الأحيان بيتم إنتاج، في بعض الخطوات في المبيض بيتم إنتاج الهرمونات الذكورية، ولكن الهرمونات الذكورية الأساسية اللي بتطلع في جسم الانثى بتطلع من الغده الكظريه. طيب ايه كمان؟ الاستروجينات، الهرمونات النسائيه كمان بتفرز الاستروجينات بس بكميه قليله، ده بيوضح برضو ليه الراجل عنده هرمونات نسائيه على الرغم ان الخصيه هي اللي بتنتج الهرمونات الذكوريه، اللي احنا عندنا هرمونات نسائيه بتطلع برضو من القشره الخارجيه بتاعه الغده الكظريه. الهرمونات النسائية بتاعت الاستروجينات هي دي يا جماعة اللي بعد سن 45 لما الضارة بتتوقف بتاعت الست بيحصل ضغط على الغدة الكظرية، فبالتالي الغدة الكظرية هي اللي بتنتج الاستروجين اللازم للجسم بعد سن 45 عند السيدة. الهرمون، مجموعة الهرمونات الخامسة هرمون اسمه ديهايدرو ايبي اندروستيرون، او بيسموها مجازا الناس اللي في الوطن العربي بيسموها مجازا دهية،
او ما اعرفش في بعض الناس بيسموها دهية، مش عارف ليه يعني دهية ايه، بس دهية ما علينا. يعني انا بسمع كل ده من المرضى، فانا بقول اللفظ اللي بيقولوه المرضى عشان نكون قريبين منهم. المهم يعني دهية او دهية اللي الناس بيقولوه، هي مش دهية ولا حاجة، ما علينا. الهرمون ده اكتشفوه مؤخرا وبيسموه هرمون السعادة او بيسموه هرمون المضاد للشيخوخة. الغدة الكظرية بتستخدم الدهية عشان تقدر اللي هي تبني الاستروجينات فيها، وعشان تقدر تبني الاندروجينات فيها. دي هرمونات الغدة الكظرية. انا حبيت اشرح الفيديو ده، مهم جدا بالنسبة لي، عشان الغدة الكظرية دي في فيديوهات جاية كتير هنتكلم عنها، والمحتاجين لازم نعرف علاقتها بالامراض، ولازم نعرف علاقة النباتات الطبية بكل واحد من دول، كل واحد من دول، من النباتات الطبية اللي بيزود الكورتيزول من زي نبات العرقسوس، من النباتات الطبية اللي بيقلل منه عشان نقدر نستخدمه في علاج المشاكل المرتبطة بالسكر، من النباتات الطبية اللي بيزود من حبس المية في الجسم الالدوستيرون، من النباتات الطبية اللي بيقلل منه، فبالتالي بيساعد في اللي احنا نتخلص من ارتفاع ضغط الدم العالي، من النباتات الطبية اللي بيساعد في انتاج الاندروجينات الطبيعية بتاعتنا، فبالتالي نقدر اللي احنا نعالج المشاكل الخاصة بضعف الذكورة، من النباتات الطبية اللي بيقلل منها، فبالتالي لو في فرط في الذكورة عند بعض في بعض الامراض زي ما احنا شرحنا في مشكلة الهايبر ثايروديزم اللي هو فرط نشاط الغدة الغدة الدرقية، زي مشاكل خاصة زي مشاكل زي الانكلوزنج سبوندولايتس اللي هو تصلب الفقرات المناعي، كل دي مشاكل بتكون مرتبطة باضطراب في الاندروجينات. من النباتات الطبية اللي بيزود في الاستروجينات وبيقلل منها، لو في فرط في الاستروجين وعامل مشاكل كتير جدا، زي لا قدر الله بيعمل سرطانات في الثدي، زي لا قدر الله ممكن يعمل مرض زي الذئبة الحمراء. من النباتات الطبية اللي بيزود من الاستروجينات، عشان احنا عاوزين اللي احنا نزود الاستروجينات، زي ضعف المبيض او ضعف الهرمونات النسائية حتى بعد الفترة بتاعت توقف الحيض. من النباتات الطبية اللي ممكن يساعد في الدهية اللي هي تزيد او تنشط، زي المغنيسيوم، النباتات الطبية المحتوية على المغنيسيوم، وزي نبات تنجات علي. عاوزين نشرح الكلام ده بالتفصيل، وعشان اقدر اشرح الكلام ده بالتفصيل لازم يكون عندنا اساسيات فهم هرمونات وتشريح الجسم بكل بساطة خالص كده يا جماعة. اتمنى تكون حلقة النهاردة عن الغدة الكظرية عجبتكم، ولازم تعرفوا المعلومات الأساسية بتاعت جسم الإنسان، وأتمنى أن أنا أكون سبب في كده. أشكركم شكرا وإلى اللقاء، وأشوفكم بحلقة جديدة من برنامج ببساطة. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.